مرة دكتورنا التونسي قاعد يسولف عن الكسكس، هو ما قاعد يسولف عن أساس إنه طبخة يعني أكله، زين في هيلقي محاضرة يعني حاجة، زين يقول لنا أنا بالبيت أسوي كسكس ما شنو، وأحط زيت زيتون عليه وأفركه وما شنو، يقول والله واو. الطلاب والطلاب والطلاب يقولون الطلاب يقولون الله يحب الكسكس دكتور. يا الله الله، هو رايح هو رايح وانا اسوي الكسكس اضبطه وطبوقه طعم عجيب الله. مسكين ما يدري على نياته. اقول يعني الحكماء يقولوا انه نبني، نروح الجبل الثاني هناك، انت بتروح وبعدين انا بلحقك. يلا يا سلام. ليش تعال امسك عليك تهوي شوي بسرعة بموت بموت بموت. اقبل اقبل شوية اقبل شوية اقبل شوية لا اخ من يفكر يحط زب لاين؟ من يفكر يحط زب لاين؟ يعني اسمه زب لاين ايش حطوه؟ والله زب لاين يعني ما من ورا فايدة، من اسمه ما من ورا فايدة، ما راح يعطيك كذا الزب. والله هو اسمه زب لاين يعني انت اللي ركبته راح يجيك. خلاص مشكلة، ما في خط عودة، هي خط واحد، هي تذكرة واحدة، ما فيها رجوع، ما في تذكرة رجوع، تذكرة واحدة روحت، تذكرة روح إلى الجنة، خلاص، طلع لي هذا سكت بابا نويل المعضل، يا الله يا الله.